السلام عليكم، معكم فراس المنير، صاحب طريقة الربط المنطقي بين أجزاء العبارة الألمانية. هاي الطريقة اللي أثبتت خلال السنوات الماضية إنها أفضل طريقة لتسريع الفهم وتسهيل الحفظ. ورح يكون تركيزنا بهالسلسلة هاي من الحلقات على مستوى البي آينز. حبيت ابحث لكم عن احدث نسخه للبي اينز، عم تدرس حاليا بتاريخنا اليوم، عم تدرس بالمعاهد النمساويه الفاخره. فمثلا عندك هي هيئه الاندماج النمساويه، مثل ما لكم شايفين هي هيئه الاندماج، هي بتدفع مبالغ كبيره حتى تحصل على افضل تعليم وافضل وسائل الى اخره. فهي الهيئه حتى مثلا صار مع ناس بعرفهم انه طالب أخذ البي آينز من أحد معاهد النمسا والمشرفة عليها الدولة كمان، وأخذ فيها علامة تامة بالمحادثة ونجح بالبي آينز، معلومات عالية. لكن هاي الهيئة، هيئة الاندماج، ما اعترفت على الشهادة ورجعته كورس لورا. يعني هاي الهيئة معتمدة مو بس من الدولة، وكمان هي المعتمدة وهي الأموال تصرف عليها وبشكل كبير كتير. لذلك من كم سنة، يمكن 2017، طلعوا هذا الكتاب هيئة كبيرة من الأساتذة، عدد كبير من الأساتذة المختصين يعني تعبوا كتير لحتى طلعوا بهالسلسلة هي للبي آينز. فأنا اخترت لكم هي النسخة بالذات بما أنها أحدث شيء للبي آينز حتى ندرس منها. ومنبلش بدرسنا الأول اليوم. فعنا هذا التمرين ويلي هو صفحة 12 مثل ما تكون شايفين. لكن ما لقيت أنا أي كتاب الكتروني اشتريه على الانترنت حتى أدرسكم منه، فاضطريت أني صور تصوير الصفحة. اشتريت الكتاب الورقي وصورته تصوير، فطلعت الكتابة بهالشكل هاد. فيمكن ما تكون كتير واضحة بالنسبة لكم، أعطوني رأيكم بالتعليقات تحت الفيديو. يعني مهما كبرناها يعني منيحة هي، لكن أنا قلت لحالي ممكن اكتبها على صفحة نفسها هي اللي شايفينها، يلي هو السؤال عبارة عن أربع عناوين، 1 2 3 4. هدول العناوين بدنا نحط لكل واحدة من هالنصوص عنوان، لنوصل هاي النص هاد بأي عنوان هالعناوين الأربعة بيصلح له. فأنا كتبت لكم إياها على ملف كتابة. فإذا الصفحة نفسها صارت مثل ما كنتم شايفين هلا مكتوبة هون كتابة حتى تكون واضحة لكم تماما. وكمان أعطوني رأيكم بالتعليقات إذا أنتم بتفضلوا هالشكل هاد ولا بتفضلوا الصورة. هي نقطة. والنقطة الثانية، حتى اللي بيحب ياخذ هي الكتابة اللي أنا كتبتها ياخذها، حط له إياها تحت الفيديو كملف مكتوب، حتى هو إذا حب يترجم فما يتعب بالترجمة، إذا حب هو لوحده يبحث بالمعنى فبينسخ الكلمة وبيحطها بالقاموس فبيعطيه المعنى أسرع له، يعني من ما يكتبها كتابة، بما أنه المتوفر منها حاليا هو بس كتاب ورقي مو كتاب إلكتروني. فكمان أعطونا رأيكم بالتعليقات. وطبعا الجداد منكم يلي هذا الفيديو هو أول فيديو بيفتح عليه وما بيعرف طريقتي الخاصة بالتدريس، اللي هي الحمد لله نادرة جدا، وبالتالي ممكن يستغرب كيف أنا عم بدرس الطريقة، المصطلحات قد يستغرب شوي وقد يفكر أني أنا عم بشرح زيادة عن اللزوم، لأنه هو ما له عرفان أنه الشرح اللي أنا عم بشرحه زيادة مشان تفهم بعمق، فتصير أنت عندك فهم غرائزي مثل فهم الألماني، وبنفس الوقت تقدر تحفظ المعلومة بسهولة بدون ما تضطر تراجعها حتى، يعني يصير عندك حفظ إجباري عنك تحفظها بشكل سلس جدا لأنه منطقي. فلذلك أنا بتوسع شوي بالشرح أكثر من المألوف. فيلي ما بيعرف ليش أنا هيك عم بتوسع بالشرح، فأحسن شيء إنه هو يشوف الروابط اللي أنا حاططها تحت الفيديوهات حتى يفتحها ويعرف كيف هي فعلا الطريقة هي، كيف الدليل عليها إنه ليش هي فعلا طريقة أحسن طريقة بالعالم للتدريس، وليش شو الدليل على الادعاء هذا. لازم يشوف الأدلة تحت بالروابط، يفتح ويشوف ويتعمق. فلكن أنا هون رح أختصر من يوم ورايح بالسلسلة هي، يبدأ يتعمق ويشوف كل كلمة، يتعمق بأبعادها ويشوف كيف أنا فصلها، بيشوفها بالروابط. لكن هون أنا بما أنه درس عام فلحنا رح نختصر الشرح قدر الإمكان حتى ما نطول عليكم. كمان نقطة، أنه وعلى الرغم من أنه لفظي الألماني ممتاز، لكن كمان أنا بفضل دائما أقدم لكم الأفضل على الإطلاق، اللي هو حنخلي السيدة صوفيا فغيدغش هي يلي تعطيكم اللفظ، هي اللي تقرأ لكم النصوص وأنا بترجم لكم شو عم تحكي وبعطيكم الشرح من عندي. هلو، ich bin Sophia Friedrich. مرحبا بك سيدة صوفيا، ومنتمنى تقرأي لنا التمرين.
Lesen Sie die Zeitungsmeldungen und ordnen Sie die Überschriften zu. Rettung nach 2 Stunden. Was für ein Pech. Verflogen. Vergesslicher Ehemann. إذن اقرأ الزيتونج عبارة عن جريدة. زيتونجز شغلة بعدها هاي الاس ليش مشان نضيف هاي على هاي. الميلدونجن على زيتونج. فإذن ميلدونجن هي جمع ميلدونج يلي هو بهالسياقات بيجي عبارة عن خبر. إعلام معلومة خبر. فاللي هو زيتونجز ميلدونجن اللي هو مثل ما كن شايفين هالقصاصات هاي. يعني أجزاء من الجريدة. أجزاء من الجريدة عندنا هون 4 أجزاء كل واحد هو عبارة عن زيتونجز ميلدونج وكلهم هدول زيتونجز ميلدونجن. فالتمرين عم بيقول لك اقرأ هالمقاطع هاي من الجريدة اللي فيها معلومات واربط بينها وبين الüberschriften. إذا اربط بينها بين هالقطع هدول الأربعة بينهم وبين العناوين الأربعة اربط بيناتهم. قول هي الآ لمين؟ الآ للواحد ولا الاثنين ولا؟ فهدول überschriften شو يعني؟ يعني العناوين. فاربط بين المعلومات والعناوين يعني كأنه عم يقولك لخص هالمقطع كله بكلمة بجملة بعبارة. لخصه شو ملخص اللي فهمته؟ بتحسه هذا بيتعلق بهالعنوان ولا بهالعنوان وهكذا. فإذا قال لك أوردنن زي دي überschriften. ليش قال لك überschriften؟ شريفت مثل ما بنعرف عبارة بتعني إنه كتابة. فطب كتابة مع über بتعني التخلل. يعني أنا دائما بعطيك لكلمة واحدة معنى واحد أينما وجدت، مع أنه كل الناس بترجم لك إياها بمعاني متعددة وفق مكانها، لكن أنا كلها بعطيك إياها بمعنى واحد حتى أنت ما تتشتت وحتى تقدر تلاقي رابط منطقي. فبختصر أنا كل معاني über بمعنى التخلل، خلال خلال. وكلمة خلال هي نفسها كلمة حول عند الألمان نفسها. كيف يعني؟ أقول لك أنا كتوب شريفت كتابة، كتابة حول موضوع معين. هدول كل هالكتابة هاي بتحوم حول فكرة واحدة ملخصة يلي هي إما النسيان أو النحس أو إلى آخره. فشو ملخص الكلام؟ إذا كتابة حول كذا. طب حول نفسه خلال، لأنه لما بدي أكتب أنا حول الموضوع معناته بدي أتخلله بتفاصيله، بدي أحكي هالجملة وهالجملة وهالجملة، بدي أتخلله بدي أتخلل. فحول هي نفسها خلال بالفكر الألماني. فاقرأ مقاطع الجريدة واربط بينها وبين العناوين. إذا ليش هي اسمها العناوين؟ لأنه هي عبارة عن كتابة حول موضوع معين. كتابة تلخص موضوع معين، إذا هي عنوانه، عنوان الشيء هو كتابة ملخصة له. وبالتمرين أعطونا هالخيارات الأربعة، هالعناوين الأربعة لحتى لحنا يمتحنونا ويشوفوا لحنا فهمانين ملخص هالمقطع هذا من الجريدة، شو ملخصه، شو هو عنوانه، أنو عنوان أنساب. فعنا هالعناوين الأربعة. عنوان عم بيقول لك إنقاذ بعد ساعتين. عنوان اللي بعده عم بيقول لك يا له من نحس. نحس ما بيقول واحد منحوس، يا له من نحس. الثالثة اللي بعدها يلي هو طيران خاطئ ففلوجن. يعني فليجن يلي ماضيها فلوجن، فليجن يطير، لكن هي الفاو اي اغ فيغ هي اللي انا اثبتت لكم دائما بالفيديوهات السابقه انه دائما معناها اللي هو انا الوحيد اللي اكتشفته اللي هو التضييع. يعني فيغ هي بتضيع الطيران او طيران ضائع، المهم العلاقه بالضياع. فبالتالي لما هو بيطير بشكل عادي فلوجن طار، لكن ففلوجن طار وضاع. إذا طار بضياع يعني طار بشكل خاطئ، يعني طار مثلا أخذ ركب طيارة خاطئة، هو بده يروح مثلا على البحرين قام راح على الصين. إذا عندما بيكون في خطأ في ضياع فبتجي فيغ مشان تضيع الفعل اللي بعدها تحكي لك عن تفاصيله أنه هو مو طيران عادي وإنما طيران بيضيع. العنوان الرابع فجسلشة. هلأ أنت بتعرف أنه فجسن ينسى، فجسلش إذا هون إجت لما بدك توصف إنسان بأنه هو فجسلش يعني بينسى كتير، بينسى وبيرجع بينسى الشغلة نفسها بيرجع بينساها، مثل بيكون كبير بالعمر، مثل اللي مثلا بدأ معه الألزهايمر مثلا شوي فرضا. فإذا كثير النسيان. فرح نشوف هلأ المقطع الأول من الجريدة شو معناته حتى نعرف شو هو ملخصه، فبالتالي نعرف نحط له عنوان. Ein 71-jähriger Grazer fuhr am vergangenen Wochenende auf einer Autobahnraststation bei Mondsee einfach ohne seine 67-jährige Frau weiter. Während der Mann tankte, wollte die Frau schnell Getränke kaufen. Aber als sie wieder zum Auto kam, war ihr Mann verschwunden. Der Pensionist bemerkte erst 2 Stunden nach der Weiterfahrt,
dass seine Frau nicht mehr auf dem Beifahrersitz saß. Die Frau wartete mehrere Stunden umsonst auf ihren Mann. Ein anderer Autofahrer brachte sie schließlich zur Polizei. Erst Stunden später meldete sich der vergessliche Ehemann und fragte nach seiner Frau. هذا الشخص يلي هو عمره 71 سنة فيا. شو يعني فيا؟ يعني هو ماضي فاغن، يعني قاد ساق، يعني كان عم يقود سيارته. لكن انتهت هالجملة هي الطويلة بكلمة شو؟ فايتا. معناتها هو عبارة عن فعل قابل للانفصال، هو فيا فايتا، يعني هو فايتا فاغن. فايتا فاغن يعني استمر بالقيادة. إذا كان هالشخص هاد يلي عمره 71 سنة بعطلة نهاية الأسبوع الماضية فغانغنن، إذا ومستمر بقيادة سيارته وين؟ أوتوبان غا. هينتبه لغا، غا شتاتسيون. إذا غا شتاتسيون لحالها هي عبارة عن محطة، لكن محطة شو؟ لما بتكون غا شتاتسيون معناتها عبارة عن محطة بتجي على طريق السيارات السريع، بتجي عبارة عن محطة لخدمة السائقين، يعني محطة استراحة، بس بتجي فخمة شوي، بتجي عبارة عن مطعم، ممكن فندق فيه غرف، يعني موضوع فخم شوي وعبارة عن محطة استراحة. لذلك مو محطة عادية هي شتاتسيون، وإنما غا شتاتسيون. هاي الغا شتاتسيون وين موجودة؟ موجودة على الأوتوبان، على طريق السيارات السريع. فكان هذا أخونا كان مستمر بالقيادة وعند هالمحطة هاي، يعني هو كان عم يسوق ضمنها داخلها. ليش؟ لأنه آينا، لأنه هون داتيف معناتها عم يسوق ضمنها، فهي كبيرة كتير، فعم يسوق بسيارته ضمنها. وهي هاي المحطة هي ما اختلفنا أنه هي موجودة على الطريق السريع، لكن هي كمان بنفس الوقت تابعة لقرية مونزي. فكان بكل بساطة مستمر بالقيادة وبدون زوجته البالغة من العمر 67 سنة. إذن هون نقطة، انتهت الفقرة لهون. هلأ عم يشرحوا لك كيف صارت القصة. قال لك إنه وبينما كان الرجل، يعني هو هذا زوجة، تانكتي يعني كان عم يعبي سيارته بنزين، بينما كان عم يعبيها بنزين أرادت الزوجة أن تشتري مشروبات بسرعة. يعني فكرت إنه بتلحق زوجها، بتروح تشتري، بترجع بتلاقي بالسيارة، تركب معه. لكن عندما كانت عائدة إلى السيارة، ليش عم نترجمها أن عائدة إلى السيارة؟ بينما هي حرفيا عم بيقولوا عندما كانت مرة أخرى تأتي إلى السيارة، مرة أخرى كانت تأتي، يعني بالنسبة للغتنا أفضل نقول عائدة كترجمة أجمل يعني. لكن بينما كانت عائدة إلى السيارة كان زوجها قد اختفى. الرجل المتقاعد يلي خلص يعني وظيفته وصار على المعاش طلع، فصار بيعطوه راتب كشخص متقاعد. هذا الرجل المتقاعد هو نفسه اللي كان عم يسوق السيارة، فلاحظ بعد ساعتين من استمراره بالسياقة. شو يعني استمراره بالسياقة؟ لأنه هو كان عم يسوق، وقف وقعد يعبي بنزين، بعدين كمل سواقته. فهي لما كمل سواقته بعد ما توقف، لذلك اسمها فايتا فاغت. فهي نفسها هون كاسم فايتا فاغت، ولا كفعل فايتا فاغن، ولا هو كان مثل ما قلنا فيا فايتا، نفس الشيء كلياتها بمعنى واحد. فهو لاحظ بعد ساعتين من إتمامه القيادة، بعد ما بلش سواقته مرة تانية وانطلق من الكازية تبع البنزين، بعد هالكلام هذا بساعتين، بعد انطلاقه من الكازية تبع البنزين بساعتين، لحتى لاحظ. شو لاحظ؟ إنه زوجته لم تعد جالسة، زاس، لم تعد جالسة وين؟ على الكرسي يلي بالسيارة يلي بيكون جانب السائق. السائق عنده كرسي و جنب السائق في كرسي، هذا الكرسي كانت موجودة عليه هي وما عادت موجودة، كانت جالسة عليه وما عادت جالسة. هذا الكلام انتبه له هو إمتى؟ بعد ساعتين من انطلاقه من الكازية لوحده بدون زوجته. طيب است هون شو معناتها؟ هلأ إذا بترجعوا لقاموسي اللي أنا عامله بتلاقي شرح لكل معاني الكلمة بتفصيل شديد، حتى أنت بتعرف معناها تماما حسب سياقها. ومن قاموسي عملت أنا كمان عدة فيديوهات، فترجع لهم أنت إذا بدك كل معاني الكلمة. لكن هلأ أنا بختصر عليكم مشان ما نطول، فعم بعطيكم المعنى يلي تبع السياق فقط. فبهالسياق هاد، بما أنه إجت بعد زمن، شايف تسواي شتونتن، بعد زمن وبهالسياق بالذات كمان، فبالتالي بتجي معناتها هون إست، يعني ما انتبه هو لفقدان زوجته
إلا بعد ساعتين على الأقل. يعني إيست هون شو بتعطيه؟ إنه مضى ساعتين على الأقل لحتى انتبه هو لغياب زوجته من الكرسي اللي بجنبه بالسيارة. فطبعا هذا الكلام انت بدك تتاكد انت من كلامي الدقيق، ترجع لقاموس دودن حصريا، اللي هو حصريا المعتمد بالدول الناطقه بالالمانيه، ما في غيره معتمد، اصعب قاموس وهو الماني الماني ودقيق جدا، وبعض الالمان ما بيفهموا عليه، فبترجع عليه انت لحتى تتاكد اذا بدك من كلامي مليون بالميه. فاذا هي معناتها تماما على الاقل، اذا مو ساعتين الا شوي او لا عم باكد لك انه مضوا الساعتين تماما، ويمكن مضى أكثر من هون، لكن عم بيقول لك على الأقل ما انتبه لحتى مضوا ساعتين بكاملهم. هي معنات إست بهالسياقات. نقطة، خلصت الفقرة، انتقل اللي بعدها. عم بيقول لك الزوجة انتظرت ساعات عديدة أمزونست. شو يعني أمزونست بهالسياق هاد؟ يعني انتظرت ساعتين على الفاضي، يعني انتظرت ساعتين بدون جدوى، يعني ما استفادت شيء من انتظارها، يعني لو راحت فورا كان نفس النتيجة، وانتظرت هي ما راحت فورا، تركت المكان، تركت الكازية تبع البنزين، ما تركتها فورا، وإنما انتظرت ساعتين على الفاضي تماما، لو ما انتظرتهم كان نفس النتيجة كمان. ليش؟ لأنه ما استفادت شيء من انتظارها، لأنه ما إجا زوجها على الكازية وأخذها، ما تذكر خلال الساعتين هو، لأنه تذكر بعد الساعتين، ولما تذكر كمان مو شرط يكون رجع على الكازية. فلذلك على الفاضي أمزونست بهالسياق، يعني على الفاضي انتظرت مين؟ انتظرت زوجها. بينما مثل ما لكم شايفين شخص تاني، سائق تاني، سائق سيارة آخر، شو سوا؟ جلب الزوجة أخيرا، يعني بختام هالانتظار، بختام هالقصة هاي، جابها لوين؟ لعند الشرطة. رجعنا كمان لإست، فكمان هون بما أنه اجت بهالسياق ومع شتندن، فأصدن ساعات، شوف هلأ مو ساعتين مثل قبل شوي، ساعات لاحقا، لحتى شو ساوى هذا زوجها؟ لحتى اتواصل، يعني بمعنى لحتى بيّن، لحتى انسمع له صوت، لحتى انسمع له خبر، لأنه كمان معرفانين هو وينه، يعني هو ليش تركها، معرفاني وين راح، صار معه حادث، ولا يا ترى راح نسيان، ولا هو أصلا، ولا شو القصة. فلحتى بيّن منه خبر، هيك معناته، لحتى بيّن منه خبر هذا الحكي، كان لاحقا لبعد ساعات. ليش اجت إست؟ يعني أقل شيء مضت ساعات لحتى نسمع منه خبر، ساعات لحتى نسمع. هلا هو بعد ساعتين على الأقل لحتى تذكر مرته، لحتى انتبه، بس هو لبعد ساعات لحتى بلش بقى شو يبين منه خبر. كيف بين منه خبر؟ لأنه بلش يسأل عن مرته. فهالرجل النسيان هذا، الزوج النسيان، شايفين؟ فشو عمل؟ لحتى بين، ما أخذت معه الشغلة ساعات، و لحتى سأل بالتالي عن مرته. لذلك إذن هذا المقطع اللي هلأ أريناه اللي هو فشو أحسن عنوان هالعناوين الأربعة نختار له؟ أحسن شيء طبعا هو فجسلي شائيمان، اللي هو الزوج يلي كثير النسيان، الزوج كثير النسيان. هذا العنوان ممكن يلخص، إذن هو أحسن شيء لحتى يلخص من بين هالعناوين الأربعة، لحتى يلخص هالفقرة هي اللي أخذوها من الجريدة. طب تعالوا نقرأ الفقرة B. Werner H. 61 und Florian H. 30 aus Wolkersdorf wollten einen Vater und Sohn Urlaub in der Millionenstadt Sydney in Australien verbringen. Mit Shorts und T-Shirt passend für den heißen australischen Sommer gekleidet, stiegen sie letzten Monat in Wien ins Flugzeug. Sie wunderten sich zwar, als sie in Portland im Nordwesten der USA in ein kleines Flugzeug umsteigen mussten, trauten sich aber nicht, die Flughafenmitarbeiter darauf anzusprechen. Die Überraschung war dann groß, als die beiden schließlich ihr Ziel erreichten. Sie landeten im tief verschneiten Montana. Der Grund: Der Vater verwechselte bei der Online-Buchung Sydney, Australien mit Sydney, USA und buchte einen falschen Flug. إذن هذا الشخص يلي عمره 61 سنة وهذا الشخص يلي عمره 30 سنة، وبتلاحظوا انه الكنية يلي اختصروها بحرف ها مع نقطة، هي ذاتها الكنية ذاتها عند الطرفين، لأنه واحد الأب والتاني الابن، يلي هن جايين منين؟ من هالقرية هي أو هالمنطقة هي. هدول الاثنين أرادوا أنه يقضوا عطلة، يمضوا عطلة، فبغنجن، فيمضوها هالعطلة. وين بدهم يمضوها؟ وين بدهم يقضوا هالعطلة هي؟ وين؟ فأول شيء عم بيقولوا بسيدني. سيدني هي مدينة بأستراليا،
فشو بدهم يعملوا؟ بدهم يعملوا عطلة. هالعطلة هي عطلة شو؟ عطلة أب وابنه. يعني عطلة من أي نوع؟ هل هي عطلة بده يروحوا أصدقاء مع بعض فبيكون في مواضيع أصدقاء، ولا زوج وزوجة، ولا حبيب وحبيبته؟ لا، عم بيقول لك هي عطلة لأب وابنه عشان أنت تفهم طبيعة هالعطلة هاي. يعني شرح دقيق وجميل. بعدين عم بيشرح لك إنه مدينة سيدني هي مليون نشتات. شو معناتها؟ المدينة ذات المليون نسمة. يعني تماما معناها بدقة إنه هالمدينة هي فيها على الأقل مليون نسمة. هو ما عم بيقول لك إنه فيها مليون نسمة تماما، لا، هو عم بيقول لك فيها على الأقل مليون نسمة. أما أكثر من هيك ممكن تكون أكثر بنسمة واحد بشخص واحد، مليون واحد، ولا مليون، ولا مليون ومئتين، 300,000 مثلا. المهم على الأقل عم بيقول لك فيها مليون نسمة هالمدينة، مشان تفهم أنت التعبير بدقة شديدة. لأنه القواميس مثل ما بتعرف أنت، قواميس العربية سيئة جدا، والقواميس الإنجليزية اللي بترجم للألماني كمان سيئة، أقل سوءا من العربي لكنها كمان سيئة. الدقة هي بدك تأخذها من القاموس دودن حصريا. وبما أنه قاموس دودن معقد شيئا ما، فأنا عم بسط لك إياها وعم ضف لك عليها لمستي، اللي هي شو بتعمل؟ بتخليك تحفظ وتربط العبارات منطقيا ببعضهم فتفهم اللغة فهم، مو تحفظها حفظ. طيب هن رايحين يعملوا هالعطلة هاي بسيدني، يمضوا هالعطلة. فشو سأووا؟ عبي قلك لابسين شورت وتي شيرت. ليش قلنا لابسين؟ لأنه عبي قلك هون جلايدت، يعني كانوا لابسين هالشغلات هدول اللي هي الشورت والتي شيرت، والمناسبين شورت وتي شيرت مناسب لصيف حار أسترالي. وطلعوا شتيغن، طلعوا لوين؟ على الطيارة بفيينا الشهر الماضي. إذن لحد هون الوضع طبيعي، طلعوا على الطيارة لابسين ملابس صيفية مشان يروحوا على مكان حار اللي هو سيدني بأستراليا. هون تسفا يعني ولكن، فوندا تنزيش يعني ولكن مما أثار تعجبهما. يعني تعجبوا الشيء اللي أثار تعجبهما، التعجب عندهم أثاره شو هو؟ إنه لما كانوا ببورتلاند بشمال غرب أمريكا اضطروا مستن، اضطروا إنه أم شتايغن، يعني شتايغن يصعد مثلا الطائرة أو يصعد لشيء ما، فهي كماضي طبعا. طيب أم دائما بتعطي الدوران، الدوران حوله، فمثل كأنه دار من طيارة لطيارة. شو يعني؟ يعني انتقل. فإنه اضطروا، يعني شو اللي أثار تعجبون؟ إنه هن اضطروا لا يبدلوا الطيارة، ينتقلوا لطيارة تانية صغيرة وين؟ بأمريكا. لكن أبا تغاو تنزيش نيشت، هن مع ذلك يعني لكن ما وثقوا بأنفسهم، لأنه تغاوتن هي تغاون يثق، لكن تغاون زيش شو معناتها؟ يثق بنفسه. بس هي شو معناتها بالنسبة للألمان؟ يعني يثق بنفسه بتعني إنه يتجرأ على عمل شيء. فهن بالماضي تغاوتن، هن لكن هن ما تجرأوا رغم إنه تعجبوا إنه كيف طيارة صغيرة ويعني فجأة بدلوا لطيارة صغيرة وبأمريكا ويعني وبشمال غرب أمريكا، فاستغربوا. لكن إذا هذا أثار تعجبهم، لكن ما تجرأوا. طيب ما تجرأوا على شو؟ على هذا موظف، وين؟ موظف المطار، موظف بالمطار. هذا الموظف بالمطار هن ما تجرأوا إنه شو؟ إنه يحاوروه، إنه يحكوا معه، يعني يسألوه ويجاوبهم، يوجهوه للحديث، إنه يسألوه إنه يا أخي شو القصة؟ إحنا على أساس رايحين على سيدني بأستراليا، يعني أنتوا هل من الطبيعي إنكم تروحوا على شمال غرب أمريكا ونركب طيارة صغيرة؟ يعني هذا الشيء طبيعي إذا إحنا رايحين لهنيك، ولا شو القصة؟ لكن هن ما تجرؤوا إنه يحكوا معه، إنه يسألوه مشان يجاوبهم، ما تجرؤوا. فمثل خجلوا، يعني إنه يعني ممكن مثلا يضحك علينا يقولنا أنتوا شو أول مرة بتسافروا مثلا أو شيء، يعني خجلوا. وبالتالي طب هون أنت يفترض تسألني سؤال، تقول لي يا أخي شو الفرق بين شبغيشن وأن شبغيشن؟ طبعا تسو هون بتجي بمعنى أن، يعني لم يتجرأ أن يخاطبوه. فالفرق شبغيشن لما تكون أنت عم تحكي عن الكلام بحد ذاته، هلا أنا عم بختصر لك معانيها الكتيرة فعم بعطيك معنى تفهمه مبسط. فمنقول إنه شبغيشن لحالة هي لما أنت بتحكي عن مثلا مواصفات الكلام، يا ترى بدك تحكي بصوت عالي ولا صوت واطي، ولا بدك كذا، ولا قادر تحكي ولا مو قادر تحكي، يعني أنت عم تحكي على الكلام بحد ذاته. لكن لما بتوجه كلامك لشخص، احفظ لي هالنقطة، لما بدك توجهه لشخص
يعني صار تركيزك انت عم تفهمني مو انه هو مع عامل المطار مع الموظف تبع المطار، هو ما تجرأ انه يحكي بمعنى ما كان عنده قدرة، يعني لسانه مربوط، عنده مرض بحلقه، عنده لا لا، انت ما بدك يعني ما بدك يعني ركز على انه قدرته على الكلام ولا مواصفات هالكلام ولا كان صوته عالي ولا كان صوته واطي ولا كان، انت عم تقلي لا تركز مخك على شبغيشن الاصليه، وانما قصدي بالذات ان شبغيشن، يعني قصدي انك ركز معي تماما، ما تجرؤوا يوجهوا الكلام له، يعني بمعنى يمكن كانوا عم يحكوا انه بهالوقت هذا عم بيحكوا هن اثنين مع بعض بس ما وجهوا له الكلام، يمكن عم بيفكر بصوت عالي كان كل واحد منهم، يمكن كان عم بيحكي مع حاله، يمكن كان الى اخره، بس ما وجهوا له الكلام له. اذا مشان يركز لك على نقطه بالكلام، شو هي نقطه توجيه الكلام، فاحتاج ان. طب ليش اختار ان بالذات؟ لانه ان دائما هي بتعطي مثل ما قلنا دائما واكدنا دائما بعطيك انا معاني لاجزاء من الكلمه. هالمعاني هي بتلاقيها بكل اللغة الألمانية، 500,000 مفردة تقريبا اللغة الألمانية كلها بتلاقي أينما وجدت أن ولا أوس ولا أو في المعنى اللي أنا بعطيك بتلاقي نفسه موجود. فأن هي دائما بتعطي معنيين يلي هن بالنتيجة معنى واحد كمان، معنيين يلي هو المقابلة والفاعلية. فلما بيكون شيء مقابل شيء مثل اللوحة على الجدار، فالجدار مو قاعد بالأرض حتى تكون فوقه، لا بتكون مقابله عليه، يعني ملتصقة فيه بس مقابلة له موازية له. فهي أن كاتجاه، وأن كفاعلية، لما بتكون الكهرباء أن، لما بتروح الكهرباء ما عاد فيها فاعلية، صار الأسلاك الكهرباء وقطعة البريز اللي بتضغط فيه الزر أنت طفي وشعل صار مجرد بلاستيكة ما لها أي قيمة لأنك طفيت الكهرباء، فصار أوس. فأنت لساتنا بأن، أن تعمل الكهرباء فاعلة، تعملها فعالة شغالة، تستفيد منها، في تفاعل على الكهرباء عم تضوي لك البيت إلى آخره، المحرك شغال، أن الكذا كذا كله، إذا في فاعلية. كمان المواجهة، لما بدك تواجه شخص صار في تفاعل بينك وبينه، صار في تفاعل، مو عم تحكي مع حالك، مو عم تحكي كلام أنت مشان تفكر تعيد أفكارك، مو عم تحكي بطريقة معينة، أنت عم تحكي لتتفاعل مع الشخص الآخر، تحكي ويرد عليك وتعمل حوار فيصير تفاعل ويصير استفادة ويصير شيء مثمر، لأنه أنت لما بتحكي أنت وياه بتتبادلوا المعلومات، فصار في فاعلية، صار شغلة غير مجرد الكلام. فهمنا كيف؟ لذلك استخدم أن. إذن ما تجرؤوا يحاوروه، ما تجرؤوا يخاطبوه، ما تجرؤوا يوجهوا الكلام لإله. المفاجأة بعد ذلك كانت كبيرة. شو صار؟ عندما كان كلاهما في النهاية، يعني بنهاية هالرحلة، بنهاية هالقصة، بنهاية التساؤلات والتعجب، شو صار بالنهاية لما وصلوا لهدفهم؟ طيب شو هو هدفهم؟ شو هو النقطة الأخيرة برحلتهم؟ إنه هن الاثنين حطوا، يعني هبطوا، هبطوا وين؟ في عمق مونتانا، في عمق مونتانا المغطاة بالثلوج، المغطاة بالثلوج اللي هي طبعا وين رايحين؟ لابسين شورت ورايحين فكرهم لوين؟ على منطقة حارة، فركبوا طيارة غلط فراحوا على منطقة مغطاة بالثلوج. ولاحظ هون فيغ اللي حكينا عنها كيف هي بتضوع، لأنه شنايتن، هلأ شني شو هي؟ عبارة عن ثلج. طيب ومع فيغ شو صار؟ صار ثلج لما نزل لأنه كتير، فضوع ملامح المكان يلي تحته، ضوع ملامحه ما عاد شفته أنت. ليش؟ يعني غطاه بالثلوج، ممكن ينزل ثلج بس مو شرط يغطي المنطقة بالثلج، تمام؟ فلما يغطيها بالثلج فهو ضوع ملامحها، شايف؟ فدائما فهم فيغ مع الفعل شو بتعمل فيه لما بتعطيه بعد الإضاعة والضياع، فبتفهم بدقة. وحتى بتشوف فيديو على قناتي الثانية كيف صلحت أنا لدودن نفسه وفق فلسفتي هاي وتبحري بكل حرف باللغة، كيف صلحت له ترجمة له، عم يترجم كلمة عم يفسرها، صلحت له ياها بالدليل القاطع أنه ترجمتها غلط، كان لازم تضيف كلمة حتى تصير جملة هاي صحيحة. طيب شو السبب أنه كانوا رايحين على منطقة صيفية حارة ولابسين شورت ولقوا حالهم بعدين منطقة مغطاة بالثلوج؟ شو هو السبب؟ عم بيقول لك أنه الأب فيكسلتي. شو يعني فيكسلتي؟ هلأ فيكسل شو بيعمل؟ يغير. طيب ففيكسلتي فيغ، إذن هو كمان غير مثل فيكسل، لكن لأنه أضيف فيغ فهو غير ضائعا. شو يعني؟ يعني غير وكان نتيجة تغييره أنه ضيع، يعني لما غير فغير بشكل خاطئ فضاع عن هدفه وعن مراده. شايف ما أجملها فيغ؟ لما تفهمها ولما تفهم أوس وأن وكل واحدة كيف معناها واحد بكل اللغة الألمانية، وما حدا قدر يكتشف هالشي قبل هلأ من فضل الله. طيب هو وين بدل
التبديل أدى لضياعهم وين؟ من خلال حجز على الإنترنت. لما حجز على الإنترنت فغير من سيدني يلي هي بالأبسلنت يلي هي موجودة بأستراليا بسيدني يلي هي بالإي يلي هي موجودة وين؟ بأمريكا. فهالتبديل اللي عمله هو خطأ عن غير قصد، خبص أخطأ، فانتهى الموضوع إنه حجز بالتالي برحلة طيران خاطئة. طيب هذا المقطع يلي هو بي، هذا المقطع شو ملخصه؟ أي عنوان مناسب له بلخص محتوى؟ هو طبعا ثلاثة، ففلوغن يعني طار لكن بشكل خاطئ، فغ طار بشكل خاطئ، طار وضوع خلال الطيران يعني ركب طائرة خطأ. شايف لما هو عمل ففكسلته، لما هو ضيع من خلال التبديل بدل بشكل خاطئ، كان الطبيعي انه تكون رحلة طيران خاطئة. وهلا منشوف المقطع سي. تسكا 58 und ihr Mann Finn 57 aus den Niederlanden waren letzte Woche auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer. Das Schiff lag vor Neapel und das Ehepaar wollte die Stadt besichtigen. Am Hafen kam es zum großen Streit und das Ehepaar verlor sich aus den Augen. Einige Stunden später sah Tess das Kreuzfahrtschiff abfahren. Sie glaubte, dass sich ihr Mann an Bord befand, sprang ohne nachzudenken ins Wasser und schwamm dem Schiff nach. Nach Polizeiangaben verbrachte die Frau 2 Stunden im Wasser und wurde dann von Fischern gerettet. Der Ehemann war übrigens nicht auf dem Schiff. Er war auf dem Weg zum Flughafen und wollte nach Hause fliegen. Fulane, die عمرها 58 سنة وزوجها فلان يلي عمره 57 ويلي هن جايين من هولندا، كانوا على متن رحلة بحرية. طيب هاي الرحلة البحرية ليش سموها كرويتس فاغت؟ هاي الرحلة البحرية كانت في البحر الأبيض المتوسط، يعني البحر اللي بطل على الشمال البلاد العربية، فكانوا بهالرحلة هاي. بس ليش فاغت؟ سهلة، بتقول انت من فاغن يعني عم بيقودوا سفينة، فرحلة ففاغت ما في مشكلة. لكن ليش كرويتس؟ يعني شو دخل الصليب بهالرحلة هاي؟ الرحلة البحرية يلي بتكون السفينة فيها بتوقف بعدة موانئ، مو بميناء واحد، وإنما بتوقف بهالميناء هاد، بينزلوا الركاب بيروحوا بيتفرجوا على المدينة، بيتسلوا سياحة كذا، بيتبضعوا بيشتروا يلي بدهم اياه، مهم بيرجعوا على السفينة، بترجع السفينة بتمشي، بترجع بتنزل بميناء تاني بتوقف عنده، بيرجع بينزلوا الركاب اللي حابين ينزلوا. فبما أنها بتوقف بأكثر من ميناء ولا هدف سياحي، فبالتالي صار اسمها كرويتس، يعني شبهوها بالصليب، لأنه الصليب له 4 نقاط، له 4 مقاطع، يعني هي أطرافه الأربعة وحتى يمكن وسطه نعتبره نقطة 5 مثلا، فلأنه في تعدد بالنقاط اللي فيه، تعدد بالاتجاهات، فشبهوها للسفينة وكأنها العلاقة بالصليب. ليش؟ لأنه الصليب له عدة نقاط أو اتجاهات، والسفينة أيضا عم بتوقف بعدة موانئ وبالتالي عم بتروح لعدة اتجاهات. فهاي فكرة إنه السبب، حتى أنت تتذكر الكلمة ما تنساها. فالسفينة استقرت وين؟ أمام نابولي. طب ليش استخدموا هذا الفعل بالذات لاغ من ليغن؟ ليش؟ احنا بنعرف انه ليغن لانت لما بتحكي عن تموضع اشياء بشكل عرضي، لما شغله بتحطها بعرضها، بتحطها بالعرض، مثلا كتاب، انت الكتاب نيمته حطيته بالعرض، فشو بصير؟ ليغن. غير لما بيكون هو شتين، هو واقف مثلا بالطول، واقف طوليا، فالسفينة بتوقف طوليا، توقف على طرفها ولا بتكون بالبحر انت شايفها بالعرض؟ الطبيعي هي بالعرض طبعا اكيد. فلذلك اختاروا ليغن بالذات وماضيها لاغ. والزوجين ارادا ان يزورا المدينة، بس ليش اختاروا بزيشتيغن؟ ليش ما قالوا بزوخن يزوروا؟ لانه هون مو زيارة عادية، مو مثل زيارة الضيف والضيوف بالبيت، هي زيارة بهدف النظر، يعني هن راحوا يزوروا المدينة مشان يستمتعوا بمناظرها، يطلعوا على مناظرها، هي زيارة بهدف النظر، بهدف الرؤية، فصار اسمها بزيشتيغن. فلذلك شو عندك هون؟ زيشت، زيشت منين جاي؟ من زين، من يرى، وهون زيشت يعني رؤية. شايف؟ والبي هي لتقوية الفعل دائما، وتخصصه بمعنى معين من معانيه تخليه يتخصص فيه وتقويه أكثر، تأكد عليه، أي بي فلم تجي قبل الفعل، فصار عنا إذا يزور بهدف الرؤية. هلأ عند المرفأ شو صار؟ كام إس. شو هي الإس؟ عائدة على مين؟ عائدة على الظروف. يعني أنت لما بتحكي عن شيء عام مثل ما بتعرفوا، بتعرفوا إس أنتو، فهي إس لما أنت بتحكي عن شيء عام، مثلا بتحكي عن الطقس، عن الدنيا، عن الأحوال، عن شيء عام، فعم بيقول لك الشيء العام أتى إلى
نزاع كبير، شجار كبير. إذا الأحوال الظرف العام إذا شو صار؟ اتجه نحو نزاع كبير عند المرفأ، والزوجان أضاعا نفسيهما عن العيون. شو يعني أضاعا نفسيهما؟ يعني ضاعوا، يعني ضاعوا عن العيون، اختفوا عن العيون بالتالي. لكن هالتعبير هاد بيعطيك انه هن لما بيقول لك فلوغ زيش يعني هن ضاعوا عن العيون بالتدريج، يعني شوي شوي ما عاد تبينوا، ما عاد حدا شافهم، يعني مو فجأة اختفوا مثل السحر، مثل واحد يعمل هيك باصبعته بيقوم مثل افلام كرتون بالسحر بيختفوا بثانية، لا، هن بالتدريج ما عاد بينت مثلا ايده، ما عاد بين كذا، ما عاد بينت رجله، ما عاد بين راسه، ما عاد ضاع الزلمه بالتدريج. طبعا اللي طلابي الادب ما بيعرفوا انه كيف اسلوبي انا بالشرح، ما بقول لك هذا فعل انعكاسي وهذا معناته انه ضاعوا فورا، بقول لك هيك لا، اول شيء بقول لك تعال اعتبره انت فعل عادي، انه هو يضيع شيء. طب شو اضاع؟ ضيع نفسه، عرفت هيك احفظها انت. طب شو يعني ضيع نفسه؟ يعني ضاع. فانت مشان ما تنوهم تقول شو هذا فعل انعكاسي وشان بدي احفظه، خلاص اعتبره فعل عادي، وهذا مفعول به اعتبره زيش، عرفت؟ فبتطلع معك النتيجه نفسها، لكن انت لازم تفهمها انه ضيعوا انفسهم مشان تكون عندك غريزه الرجل الالماني لما بيفهم لغته. لكن لما بدك تترجمها لناس ما بيهمهم يفهموا اللغه الالمانيه، بدون الترجمه بس، فبتقول لهم ضاعوا، هيك اسهل عليهم يفهموها هن. اما انت حتى تسيطر على اللغه وتختصرها فبدك تفهمها بهالشكل هذا حتى يكون كل شيء له معنى واحد. وبعد بضع ساعات لاحقا رات هاي الزوجه السفينه السياحيه، يعني هيك حنسميها احنا سفينه سياحيه بما انه احنا بنعرف شو معنات كل حرف فيها، مثل ما قلنا كرويتس وفاغت وشيف. فهي بعد بضع ساعات شافتها شو عم تعمل؟ عم تغادر الميناء. لاحظوا كيف اب يلي قلنا دائما بتعطي معنى الانفصال، فحطوها هون. لما اجت على المرفأ، فهون السفينه عم تنفصل، عم تغادر، عم تنفصل عن مكانها. لما اجت بنستعمل ان، لأنه أن وصول ومقابلة وملاقاة وفاعلية، لكن أب وأوس انفصال، لكن الأب انفصال أكبر. فهون إذن أب فاغن، يعني هي السفينة عم تنفصل عن الميناء، يعني تغادر الميناء. لكن تغادره من خلال أي فعل؟ من خلال فاغن، لأنه أنت عم بتسوق السفينة حتى تغادر فيها الميناء، ولا بدك تحمل السفينة على كتافك، بدك طبعا تغادر السفينة من خلال أنك تسوقها، من خلال فاغن. فهي هي إذن الزوجة لما شافت السفينة عم تبتعد عن الميناء، عم تغادر الميناء، فإذن هي الزوجة اعتقدت أنه زوجها موجود على متن السفينة، على سطح السفينة، على متن السفينة. شو يعني on board؟ يعني هذا بورد هو الجزء اللي ممكن يتواجد فيه الركاب، اللي هو متن السفينة، سطح السفينة. يعني ما راح يكون زوجها مثلا معلق بطرف السفينة من تحت تحت المي، ولا قاعد فوق الشراع، ولا قاعد على جنب السفينة مثلا متعلق بإيد واحدة راح يوقع، لا، بده يكون على متن السفينة. لأنه بورد كمان هذا بيجي بمعنى رف، بمعنى لوح، بمعنى هذا أصله كمان أحد معانيه. فلما بيجي ما يتعلق بالسفينة بيجي بمعنى إنه سطح السفينة، اللي هو سطح السفينة اللي الناس تكون واقفة عليه، وأشبه باللوح الخشبي كمان. فمشان يفهمك إنه على متن السفينة، فهي ظنت إنه هو موجود على سطح السفينة. فلذلك شو عملت هي؟ قفزت من غير تفكير بالعواقب. وين قفزت؟ إذن قفزت في الماء وسبحت. إذن ليش قال ناخ تسو دينكن؟ طب شو بتفرق دينكن عن ناخ دينكن؟ شو بتفرق؟ دينكن يفكر، لكن ناخ إلى معنى واحد دائما، اللي هو بعد ذلك، صح؟ بعد ناخ. هون شو يعني بعد تفكير؟ بعد شو يعني؟ يعني عواقب، لأنه أنت بتعمل الشيء بعدين بتظهر لك عواقبه، بتظهر لك نتائجه بعد ما تعمله، ولا بتظهر نتائجه قبل ما تعمله؟ أكيد بعد، فبتظهر عواقب الشيء بعد ما تعمله. فإذا التفكير بعواقب الشيء، التفكير بنتائجه بسلبياته فرضا. فلذلك هي إذا قفزت في الماء من غير أن تفكر بعواقب فعلها هذا، شايف الفرق؟ وسبحت باتجاه السفينة. كيف عبروا عنها؟ قالوا شفام، وقالوا آخر شيء ناخ، يعني هذا ناخ شفيمن، هذا فعل كمان قابل للانفصال، ناخ شفيمن كمان بعد، شايف؟ بعد مع السباحة فصلوا عن بعضه، ساو ناخ آخر شيء. فهي هون اجت بمعنى اتجاه، ناخ بمعنى اتجاه، بس هو الاتجاه نفسه بعده، لأنه أنت إذا بدك تجي بعد شيء بدك تكون بنفس اتجاهه، لأنه لو ما كنت بنفس اتجاهه ما رح تقدر تكون بعده، لأنه حتكون جنبه ساعتها فرضا، جنبه أنت باتجاه تاني. فهي بعد ولا باتجاه نفسها هي بالنتيجة، لكن هون أسهل رح نقول إحنا أنه باتجاه أسهل للفهم. فبالتالي إذن هي سبحت باتجاه، هو الفعل هيك اسمه، سبحة باتجاه، ناخش بمن. طيب سبحة باتجاه فهمناها، بس باتجاه مين؟ باتجاه مين؟
فلذلك إجا هون ديم شيف، يعني إجا شو داتيف، لأنه داتيف بالطريقة اللي أنا شرحتها بفيديوهاتي السابقة بتفهمك أنه هي دائما بتعطيك نتيجة الفعل، على من تعود النتيجة، مين بيحصد مكاسب الفعل، مين بيتأثر بالفعل. إذا أنت هون لما بتقول ولقد سبحت باتجاه وبتسكت، بده يجيك سؤال واحد يسألك أنه باتجاه شو سبحت، باتجاه شو، أنت عم تقلي ناخ شفمن أو شفام ناخ، طب باتجاه مين يا أخي، باتجاه مين، يعني كأنه عم يسألك مين اللي بده يحصد نتائج هالفعل وثماره ومكاسبه، لصالح مين بدنا نجيره، لصالح مين، قال لك ديم شيف، شايف، ما بيقول لك شفام ناخ ديم شيف، شوف الفرق، لا هو عم بيقول لك شفام ديم شيف ناخ، مشان أنت تفهمها. إذا كيف فلسفتك، كيف فلسفة اللغة الألمانية بدقة. بعدين عم بيقول لك ناخ بوليتساي انغابن، كمان ناخ هون بتجي بمعنى بعد او باتجاه، لانه انت هي عم بيعطيك معلومات من قبل الشرطه، الشرطه عم تعطي معلومات معينه، تفاصيل معينه. طيب فليش قال لك ناخ؟ لانه هو بيقصد انه وفقا للمعلومات التي ادلت بها الشرطه، وفقا لهذه المعلومات. طيب هي نفسها بمعنى باتجاه، لانه انت مثلا في عندك عده مصادر للمعلومات، لا انت هلا بدك تحكي عن مصدر معين، فانت وجهت فكرك، وجهت اذنك مثلا مجازا يعني لتسمع هالمصدر هذا بالذات، فلذلك لانك بتوجه نفسك فصار وفقه، هي عباره عن توجيه واتجاه، وبعد أن تسمعه فصار عندك أنت اتجاه محدد. فإذا لذلك هي نفسها ناخ وفقا، وفقا أنغابن، شو هي البوليتساي أنغابن. فإذا ليش حط لك أن مع غابن، يعني غابن هي أصلا غيبن، فيعطي، إذا ليش قال لك يعطي وحط لك مع أن حتى تعني المعلومات. هي المعلومات بالألماني إلى أكثر من كلمة، لكن كل كلمة بتركز على جانب من المعلومة. يعني أنغابن هو عبي يركز لك على أنه لما أعطاك، أعطاك بفاعلية أن، لأنه هاي المعلومة اللي حيعطيك إياها رح تأثر فيك، رح تغير فيك، رح تأخذ قرار بناء عليها، رح تفهم شيء معين، فعبي يركز لك على ناحية الفاعلية بالموضوع، فقال لك أنغابن. فهي إذن معطيات فاعلة، معطيات مهمة، فإذن جاي من الشرطة. فإذا وفقا لمعلومات الشرطة يلي أدلوا بها، يلي وضحوا لنا إياها، بتفهم أنت شو، أنه ضلت الزوجة ساعتين أمضتن قضتن وين، في الماء، وتم إنقاذها من قبل الصيادين. إمتى؟ بعد ذلك ضن، ومن ثم يعني بعد ذلك تم إنقاذها من قبل الصيادين. الزوج كان بالمناسبة، لأنه هون بده يحكوا مثل ما أنت بتحكي بالعربي تقول إيه وكذا وكذا، وبالمناسبة بدي أقول لك كذا، يعني بالمناسبة، فنفسها بالمناسبة ببغيغنز. فعم بيقول لك الزوج لم يكن وين، لم يكن على سطح السفينة. منين عرفنا على سطح؟ مع أنه مكتبه سطح، مدام قال لك أوف، وأوف بالاتجاهات بتعني من فوق لتحت، معناتها كان على سطح السفينة، ما كان لا جنبها ولا كان بأعماقها ولا كان تحتها، يعني عم بيحكوا عن سطحها. إذا بالمناسبة الزوج ما كان على سطح السفينة، هو كان على الطريق باتجاه المطار، وكان يريد أن يطير، يعني يسافر بالطائرة نحو المنزل. فهي إذا القطعة من الجريدة، هي الخبر هاد اللي هو تسي، شو أحسن عنوان نحط له بناسبه، اللي هو فعلا غيتونغ ناخ تزفاي شتندن، اللي هو إنقاذ بعد ساعتين، لأنه كانت ساعتين موجودة بالمي وحتى قدروا طلعوها، معناتها كادت انه تغرق، لانه ساعتين بالمي يعني مين بيقدر يسبح ساعتين وهي بالعمر هذا كبيره بالسن، عمرها 58 والى اخره. فاذا هو انقاذ بعد ساعتين، يلي هو العنوان رقم واحد. بنجي للمقطع الرابع اللي هو دي. دي Der Italiener Giovanni er 45 aus Salon spielt seit Jahren Lotto. Als er am Valentinstag mit seinem Lottoschein zur Trafik ging, kaufte er auf dem Weg einen Rosenstrauß für seine Frau. Damit reichte sein Geld aber nicht mehr für den Lottotipp aus. Am Abend wurden dann genau seine Zahlen gezogen. Im Jackpot lagen 25 Millionen Euro. من سنين، إذا هو يعني بيلعب لعبة اليانصيب، بمارس اليانصيب، بيشتغل باليانصيب، بيشتري وراء إلى آخره، هذا الحكي من سنين. فلما كان هو هذا الشخص بعيد الحب، بيوم عيد الحب، هذا الشخص كان معه لوتوشاين. لوتوشاين هي القسيمة تبع اليانصيب،
هاي القسيمة بيكون عليها أرقام وأنت بتختار بإيدك بتحط عليها أرقام معينة، فبتصير اختيارك أنت اخترت من هالأرقام، هاي اختيارك الشخصي. فلحد هون أنت وين عم بتحدد أرقام على شو؟ على اللوتو شاين. فهو كان معه بعيد الحب هاي اللوتو شاين ورايح على تغافك، هذا اللي هو بيعتبروه المحل اللي هو مثلا بيبيعوا فيه الدخان، بيبيعوا فيه أمور تانية بتشبهه، يعني هذا بيسموه تغافك. فكان رايح لهنيك ومعه هالقسيمة هاي تبع اليانصيب. فلما كان رايح ومعه هالقسيمة فاشترى على الطريق، شو اشترى على الطريق؟ اشترى باقة من الورود لمين؟ لزوجته. ولكن بالتالي بما انه اشتراها فلم يعد المال يكفي لشو؟ يكفي لأكثر من ذلك، يلي هو انه يدفع مصاري للوتوتيب هالمرة. ما عاد معه مصاري تكفي للوتوتيب. طب شو هو اللوتو شاين واللوتوتيب؟ هلا موضوع معقد كتير، ما حنقعد ندرس هلا اليانصيب والمعادلات الرياضيه تبعها والارقام، قصه طويله. اللي احنا حنختصرها بانه اللوتو شاين بيكون معك قسيمه انت بتحدد الارقام عليها يلي انت هيك بنظرك من وجهه نظرك يعني. فلما بدك تعطيها للمكتب المسؤول عن اليانصيب وتعطيه الورقه هي ويسجل لك اياها تسجيل رسمي، يعني بحيث لو ربحت هالأرقام هاي اللي انت اخترتها، لو ربحت يكون معك وثيقة رسمية طالب انت بناء عليها بالجائزة. فحتى يوثق لك الورقة تبعك هاي توثيق يوثقها، فبدك تعطيه انت اللوتو شاين وتدفع له مصاري وحتى يعطيك هو قسيمة. اذا ما بكفي يكون معك انت اللوتو شاين، بدك تدفع مصاري لا توصل لمرحلة اللوتو تيب. فلذلك وما كان معه مصاري ليكمل موضوعه، موضوع اليانصيب. فعند المساء بعد ذلك تم سحب الأرقام يلي هي بالضبط أرقامه، جناو بالضبط أرقامه، يعني سحبوا مثل هي بتعرفوا اليانصيب وأشبه بالقرعة، فسحبوا عشوائيا فطلع معه الأرقام نفسها تبعه يلي هو اختاره، بس بما أنه ما سجلها بشكل رسمي فما استفاد شيء من هالنجاح هاد لأنه مو مسجلها. فبالتالي هي ربحت الجائزة لكن هو ما أخذ الجائزة، ما استلمها، ضاعت عليه. فعبيقول لك إيم جاك بوت. ليش هون عبيقول جاك مو ياك؟ لأنه جاك بوت هي كلمة إنجليزية بالأصل، لكن بيستخدموها كمان الألمان، لكن ما أنهم أخذوها من الإنجليزي فصار بيلغزوها مثل الإنجليز جاك بوت. جاك بوت يعني الجائزة الكبرى. فالجائزة الكبرى مقدارها 25 مليون يورو اللي هي كان مفروض هو ياخدها لو كان مسجل القسيمة تبعه بشكل رسمي، لكن راحت عليه مع أنه هو المؤهل إلها. فشو استعمل هون فعل لاجن نفسه تبع ليجن أي ماضي. ف يعني هون عم بيصور لك الجاك بوت وكأنه وعاء، يعني عم فهمك أنا كيف الألماني بيفهمها، كأنه وعاء وموجود داخله 25 مليون يورو. إنه شو هي الجائزة؟ الجائزة إنه يعطوك وعاء، يعطوك مثل كأس كبير فارغ قاعد بداخله شو 25 مليون يورو. هيك بيفهمها الألماني هيك غريزيا، لكن أنت إذا حبيت ترجمة لشخص ما بيهمه التعمق باللغة فبتقول له الجائزة الكبرى تساوي كان مقدارها 25 مليون يورو. وهي الفقرة بقى بالتالي شو هو أحسن عنوان لحتى يكون بيمثلها؟ طبعا ما بقي عنا غير العنوان رقم 2 يلي هو معناته يا له من نحس، يعني انه قديش هالانسان هذا منحوس، راح اختار احسن الارقام يلي قيمتها 25 مليون بس ما كان معه مصاري يشتري ويسجل هالارقام هي بشكل رسمي، فيا له من نحس. فهاد كان تمرين اليوم وهي اجوبته، وهن طبعا بيقولوا يا له من نحس، احنا بنقول الحمد لله كله خير، ما بنزعل ابدا احنا، والحمد لله رب العالمين.